لأول مرة تشوف هذا الفيديو هذا نتمنى أنه ينزل تحت ويشترك في القناة تشجيع لنا أن نستمر في نشر الجديد إن شاء الله، محتوى يهتم في تربية وتقديم معلومات عن تربية الطيور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي اخواتي، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، تورث لتضربوا في صحة جيدة. قبل ما نبداو في الموضوع ديال الفيديو غادي نبغي نشكركم على التفاعل ديالكم، والثقة ديالكم في القناة والمحتوى ديال القناة. دابا تاني فيديو غادي نديرو بالليل، يعني كاين مرض الصلع وكاين هذا، يعني ما بغيتش نغبر عليكم والله العظيم، عندي ما يدير ولكن ما بغيتش نتشغل عليكم. وهذا الفيديو هذه السلسله هو وعدتكم بها، يعني خصني نوفي بالوعد ديالي، وعد الحر دين عليه. المهم خوتي تنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم، بخصوص لي شورت فيديو. التفاعل ديالكم تيعجبني ولكن خصو يكون في لي شورت فيديو، في لي لونغ فيديو. هادشي اللي كان الاخوان، وتحيه لاي واحد يتابع قناه محب الطيور يوسف سواء من قريب او من بعيد. اليوم غادي نشارك معكم واحد الموضوع اللي هو النظام الغذائي السليم للطيور في مرحلة الغيار، حتى نمر بالعجلة كاملة حتى نصل مرة أخرى إلى مرحلة الغيار. كما تعرفوا جميع أخوتي أن مرحلة الغيار هي من واحد المرحلة اللي تمر منها الطائر والمربي بزوج، تمر واحد في هذه المرحلة بواحد المنعرج تسميه المربين منعرج الموت، او يعني تسميه بمنعرج الموت او المنعرج الخطير. يعني هنا فين تتكون انت وتعامل ديالك مع الطيور، هنا فين تتبان واش انت مولوع ولا غير داخل على هذه. الى خرجوا الطيور ديالك من مرحله الغيار في صحه جيده، انت مربي جيد ومولوع تتهتم بالطويرات ديالك، ما خرجوش ولا ناقصين، عارف راسك فيك الخلل ولا ما تتهلاش في الطويرات ديالك سالينا. حيت هاد النسبة هاد المرحلة تكون كما قلنا منعرج الخطر، يعني منعرج الموت، يعني خرجوا مزيان غادي يعطيوك مزيان، يخدموا معاك مزيان وكل شيء. ما خرجوش مزيان الطويرات ديالك سلم عليهم، باي 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 على تربية الطيور. اش بغيت نقول لكم خوتي، غادي نهضر لكم على واحد النظام زوين. هنا غادي نهضر نعطيكم غير معلومات، من بعد غادي نقاد فيديو صغير في المكونات كاملين، حيت دابا ناقصين لي بعض المكونات، يعني لا داعي انني ندير شي حاجه ونخلي شي حاجه، يعني تنوجد المكونات كاملين ديك الساعه انا معكم. ثانيا قبل ما نحطو هذا النظام الغذائي اللي غادي نديرو لهاد الطويرات هادو، خص المربي يعرف بزاف ديال الحوايج اللي هما اش تيخص الطير في هذه المرحله واش تيفقد. هادشي اللي كاين الاخوان، حيت الطائر تيحتاج للفيتامينات والسكريات والاملاح المعدنيه باش يخرج من هذه المرحله في صحه جيده. غادي ندخل ان شاء الله دابا الى المكونات ديال هذا النظام. غادي نبداو بالحبوب، غادي نهضرو على الحبوب الرئيسيه كاملين عارفينها، حيت الاغلبيه كيعطيها للطيور ديالو في مرحله الغيار، في مرحله التزاوج، في مرحله الراحه، في مرحله في جميع المراحل. هاد الوكله هي اللي تيطاطا للطيور بزاف، وكان ما تيبدلهاش اللي تيعرف شي واحد تيوم هاد الماكله هادي اللي غادي نقول لي طاقيه ليا باش يقول لي راه تعديتي على تربيه الطيور، تقوى لي باش نقول لي بعاد اخويا على تربيه الطيور، خرجتي عليها بحال كلي خرجوا على تربيه الطيور. كاين زوان، كاين زريت لك تاني شاردو ماري، شوفان، زريت عباد الشمس، الزريعه الكحله اللي تاكلو حنا، حيت هاد الحبوب
فيهم زيوت مشبعة كتساعد الطير على تليين يعني الدور ديال هاد الزيوت، يعني بحال هادوك المسامات ديال الشعر، هادوك المسامات ديال الريش عندهم هما تتولي لينة، يعني تتسهل خروج الريش. جميع هاد الحبوب هادو ملي كنلاحظو فيهم راه تيكونوا حبوب بيضاء بسجوت كبير باش يهبط بها الطير بحال الحبوب الاخرى. باش زعما تقول راه غادي يتشحم ليا الطير، لا غنقول لك انا من كارانتي عندي من عندي انايا ما غاديش يتشحم الطير وما غاديش يتقاس ليا الكبده الا تعطي هذا الشيء اللي كنقول لك دابا تقليد عليا، ولكن بالطريقه اللي تنقول لك انايا. وكاينين اضافه على الحبوب اللي قلت دابا، عاودوا معايا، كاين زوان زريت الكتان، زريت شارد ماري، زريعة كحلة والشوفان، هادو خصك تعطيهم للطير باستثناء يعني يقولوا عطيهم ليه يوميا ولا لشغلك هذاك ولا مرة في السيمانة ولا المهم دير اللي يعجبك. هي هادو اللي غادي نقول لك مرة في السيمانة. كاين الحبوب السوداء، كاين النيجر، الشيا، زريت كيف قنب الهندي، هاد ثلاثة الحبوب ما غاديش نكترو منها حيت هي فيها دهون ثقيلة. صافي اتفقنا. يلا بالنسبة للخضروات والفواكه، حيت الخضروات والفواكه تكون غنية بالألياف والسكريات والأملاح المعدنية من الأساس، يعني من الأساسيات اللي خص ضروري يكون عند الطيور هادو. كاين واحد انواع ديال الخضروات اللي ضروري اننا نقدموها للطيور، كاين الجزر. اشنا هو الدور ديال الجزر اخويا يوسف؟ هو مهيج جنسي، والبروكلي حتى هو يعتبر مطهر للكبد، الناس اللي تعانيو من الكبده اخويا حتى الطورات ديالك شي مسيريح كبير وتطلع فيهم بالبروكلي يوليو تيشعلو. وتفكرني بهاد المعلومه هادي، البروكلي خضر، هادشي اللي كاين. وعلاش تيحتوي؟ تيحتوي على فيتامينات خفيفه لا ثقيله. كاين الخس، كاين الخس وكاين الخيار، فيهم واحد فيتامينات. دابا الا جينا نشرحوهم غادي نطولوا عليكم فهاد الفيديو، مش الفيديو طوال. وكاين تاني البروة، تنجيو الورقيات، يعني الورقيات يعني هذوك الخضروات اللي هي عبارة عن ورق. تيجي الخص المرتبة الأولى والجرجير، الجوج هادو رئيسيين بالنسبة للجرجير، رئيسي بزاف المقرين يعني طبيعي. هادشي اللي كاين الإخوان. والخص راه للجميع مهم، لجميع الطيور بجميع الأونة. المهم الخص مهم لجميع الطيور بجميع الأنواع ديالها. الفواكه كاين جوج الأنواع ديال الفواكه ضروريين أننا نقدموهم للطيور، رئيسيين نقولو رئيسيين ومهمين بزاف، هو التفاح والبرتقال. بالنسبة للكالسيوم كاين عدم الحبر، قصور البيض، رمل البحر، هذيك التراب ديال النمل، وهذيك التراب ديال النمل تنوصي بها على جميع المربين. يعني اي واحد يتفرج في هذا الفيديو هذا وعنده الطويرات خصو يجيب هذاك التراب اللي تيكون حدا المسكن ديال النمل، وعطي الطويرات ديالك وشوف اش غادي يديروا لك. غنكون واقيلا طولت عليكم، يعني هذا الشيء ذكرت لكم من باب المعلومه، يعني خصني نوجد ياك. ايما باش دابا انا غادي ندير واحد السلسله زوينه، يعني كل نهار، ماشي كل نهار، كل سيمانه نحط لكم فيديو اذا كان بالامكان ديالي انا نحطو وسط السيمانه. يعني ندير مثلا اليوم فيديو وغدا لا بعد غدا لا، يعني بيناتهم تكون يومين ولا 3 ايام وندير فيديو، راه مزيانه. غادي ندير فيديو اليوم ديال السلسله، يعني المعلومه باش نوفروا جميع المعلومات ونوفروا جميع باش الناس اللي تتابعوني باش يوفروا هذا الشيء باش نشوفوه، باش يشوفوا الطريقه باش غادي نقدموها للطيور، فهمتي؟ يعني غادي نوجد دابا
دابا وجدنا، يعني عطيناكم المعلومه وعطيناكم المكونات ديال هذا النظام. من بعد هذا الفيديو، هذا الفيديو اللي غادي يجي من بعده، غادي نوريكم الطريقه باش نقدموا هذه المعلومات وهذه المكونات للطيور. الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله غادي يكون طريقه ديال التقديم، يعني تتمه ديال هذه السلسله هذه، حتى نوصلوا ان شاء الله كما بغينا كما قلت لكم وكما وعدتكم. وان شاء الله اذا تبعتوا هذه الخطوات اللي غادي ندير في هذا الفيديو اللي جاي، راه قسما بالله وتنحلف عليها وتتحمل المسؤوليه ديالي وعلى عاتق ديالي هذا الحلفه هذه، قسما بالله الا غادي يخرجوا الطويرات ديالكم ولا ما تحتاج لا فيرتيفيت، ما تحتاج لا سميتو اي حاجه، يعني هذاك الكيماويات باش تعالج الطويرات ديالك راه ما غاديش تحتاجهم، هذه غارانتي من عندي. وتبع هذه النصائح اللي غادي نقول لك. وشكرا بزاف.